Assalamu alaikum. Now we are going to discuss anticholinergic drugs or atropine-like drugs in treatment of Parkinsonism. إذن إحنا متفقين بالباثوفيسيولوجي إن في الباركنسونيزم بيبقى فيه imbalance ما بين الدوبامين والأسيتايل كولين في البيزل جانجليا، فبيبقى فيه نقص في الدوبامين وزيادة في الأسيتايل كولين، والimbalance ده هو اللي بيلوس الفانكشن أوف ذا بيزل جانجليا فبيؤدي إلى الباركنسونيزم. لذلك انا هعالج العيان ازاي بالانتي باركنسونيان دراج؟ هحاول ان انا ازود كفه الدوبامين بالدوبامينرجيك دراج، واحاول اقلل الاسيتايل كولين بالانتي كولينرجيك دراجز او الاتروبين لايك دراجز او اتروبين ديريفاتيفز. كده احنا خلصنا الدوبامينرجيك دراجز، ودلوقتي هنبدا في الانتي كولينرجيك دراجز زي البنزوتروبين او الكوجنتين في السوق او اسمه كوجنتول، والترايهكسفينيدين او الباركينول. في الحقيقه دولت لو بتسمعوا يعني ان فيها بيقول لك دي دواء الصراصير او ده واخد دواء صراصير. ايه حكايه دواء الصراصير ده؟ الكوجنتين بياخدوا منه او الباركينول في بعض الناس بيبقوا دواء هلوسه، يعني ياخدوه عشان يعملوا هلوسينيشن. طبعا كل واحد بيهلوس على قد حاله يعني، فاللي معهوش فلوس يعني يجيب ال اس دي وال دي ام تي والدواء الفيل الازرق والكلام ده كله، بيروح يجيب له علبه كوجنتول ولا علبه باركينول وياخدها كلها، لان في الهاي دوز ده اتروبين، والهاي دوز بتاعه الاتروبين بتعمل ايه؟ هالوسينيش، فبياخدوه عشان يهلوسوا. طبعا تسمى دواء الصراصير لان كل واحد بيهلوس على ثقافته، فكل واحد بقى مثلا انت طالب في كليه الطب هتاخد هالوسينيشن تهلوس ان انت بقيت وزير الصحه، واحد تاني مثلا سواق ميكروباص يهلوس ان انا خلاص انا بقيت العاشر كله. فاول واحد خده هلوس كده فشاف صراصير حاجات ماشيه فقال لك ده صراصير، فاتسمى من هنا دواء الصراصير. واحد كنت بقول له يبقى ده بيشتغل ايه؟ قال لي في الالمانيه يا دكتور. المهم هنبدا نشوف what are the uses of anticholinergic drugs. طبعا دي ملحوظة مهمة عشان لما تبقى واقف في صيدلية، بقولها دايما لولادي في صيدلة، لما تبقى واقف في صيدلية وتلاقي واحد جاي لك كده بشبشب وغلبان وماسك لك ورقة ويقول لك اديني الدواء ده يا دكتور، تبقى تعرف ان دوت ممكن يكون بياخده عشان ايه؟ عشان يهلوس. لان هو بيتاخد، مين اللي بياخده ده؟ يا اما عيان بياخد انتي سايكوتيك دراج او سكيزوفرينيك وبياخد انتي سايكوتيك وعامل له باركنسونيزم فبياخده، او دواء عنده، او واحد عنده مثلا باركنسونيزم وبياخده كانتي كولينرجيك، لكن هيجي لك في روشته كده. لكن لما يجي واحد ياخده كده علبه وعلبتين يبقى اذا قول له لا ما عنديش. فمن هنا انا بس عايزه افهمك حته دواء الصراصير لان دي مشهوره قوي في مصر وخصوصا في اللو سوشيال كلاسز. نيجي بقى بالنسبه لليوزز اوف انتي كولينرجيكس في الباركنسونيزم. ممكن يستخدموا كمونو ثيرابي، ممكن، بس في الفيري ايرلي زي ما احنا قلنا، ومايلد كيسز نوت انترفيرنج مع الفانكشن، والعيان بيبقى بريزنتد مينلي مثلا بتريمورز، في الحاله دي ممكن ان انا استخدمه، او ممكن يستخدم كادجفنت ثيرابي مع الدوبامينرجيك دراجز في العيانين اللي عندهم باركنسونيزم وخصوصا اللي بريزنتد بتريمورز والسيالوريا، لانه بيعمل ايه؟ لان ده اتروبين فبيعمل دراينس للسكريشن. السيالوريا او الدرولينج ديت من السيمتومز بتاعه الباركنسونيزم برضه. لكن المينيوز بتاعه بيستخدم في الدراج انديوزد باركنسونيزم. ايه بقى الدراج انديوزد باركنسونيزم؟ زي ما قلت لك عيان عنده شيزوفرينيا او شيزوفرينيا وماشي على انتي سايكوتيك دراجز، وخصوصا طبعا لو كانت اللي هي الهالوبريدول، في الحاله دي ممكن يجي له باركنسونيزم ريجيديتي وتريمورز وكذا. فندي في الحاله ديت ايه بقى؟ الانتي كولينرجيك. ليه الانتي كولينرجيك؟ ليه ما نديش دوبامينرجيك دراجز في علاج الدراج انديوزد باركنسونيزم؟ اولا لو انا استخدمت ليفودوبا او دوبامينرجيك دراجز كانوت يوزد، ليه؟ لان الدوبامينرجيك دراجز مقفوله بالانتي سايكوتيك، الانتي سايكوتيك دراج قافل الدوبامينرجيك دراجز، قافلها في كله، قافلها في الميزولمبيك فعشان كده هو انتي سايكوتيك، وقافلها لي في الايه؟ في النايجروسترياتال، فلما اجي دوبامينرجيك دراجز مش هتشتغل. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا لسه قايلين كل شويه نقول ادفرس افكت اوف ليفودوبا او دوبامينرجيك انهم بيعملوا هالوسينيشن اصلا وسايكوتيك سيمبتومز، فلو العيان اوريدي عنده سكيزوفرينيا هديله دوبامينرجيك دراج انا هعمل كده اجريفيشن او هزود السايكوتيك سيمبتومز عنده.
فعشان كده بشتغل بقى على الكفه التانيه، مش هشتغل على كفه الدوبامينرجيك دراجز في الحاله دي، انا بشتغل على كفه الاسيتايل كولين وبحاول اقلل الاسيتايل كولين بالانتي كولينرجيك دراجز. ده that's why we use anticholinergic drugs in treatment of drug induced parkinsonism and never use dopaminergic drugs. طبعا الانتيكولينرجيك should be avoided في الالدرلي، وكلنا عارفين الاتروبين avoided في الالدرلي ليه. نمبر 1 memory loss، لانه بيقلل الاسيتايل كولين فبيقلل الميموري. نمبر 2 hallucination، وعشان كده بقول لك ده دواء الصراصير. اليورين ريتنشن، وخصوصا لو كان ميل ومعايا مثلا بيناين بروستاتيك هايبربليجيا، في الحاله دي هيقلل اليورين اوت فلو ويعمل مور ريتنشن، فعشان كده بن افويد استخدامه في الاولد ايج. كمان نخلي بالنا ان في الاولد ايج اصلا وفي الباركنسونيزم بيبقى فيه زي جاستريباريسيس او جاست ديلايد في الجاستريك امتنج، ده بيأثر على الابزوربشن بتاع الليفودوبا، وقلنا ان ده واحد من الحاجات اللي بتعمل فلكتويشن. كمان الانتيكولينرجيك بتعمل ايه؟ بتديلاي جاستريك امبتنج، فاذا هتقلل برضو الليفودوبا ابزوربشن، فبتزود الفلكتويشن ان ريسبونس اللي احنا قلنا عليها قبل كده. دي برضو من المشاكل اللي بتحصل من الانتيكولينرجيك. طب لو عيان اولد ايج وانا ما اقدرش استخدم له انتيكولينرجيك، عنده بروستيت عنده كذا وانا مش قادر، اعالج التريمورز بايه واعالج الدرولينج او اللي هي السيالوريه بايه؟ اولا بالنسبه للتريمورز انا ممكن اعالجها بدل ما ادي انتيكولينرجيك ادي بروبرانولول او الاندرول. ليه يا دكتور؟ لان واحده من الميكانيزمات اللي انفولفد او الترانسميترز اللي انفولفد في الباثوفيسيولوجي بتاع التريمورز هي النور ابينفرين والبيتا ريسبتورز، فالبروبرانولول بيعمل انهيبيشن للتريمورز بالطريقه دي. بس طبعا لازم امونيتور الهارت ريت والبلاد بريشر. طيب لو العيان كان عنده مشكله مثلا بالمونري ديسيز، برونكيال ازما، سي او بي دي وهكذا، مش هقدر استخدم البروبرانولول. هل في انذر بيتا بلوكر؟ يس، ممكن استخدم الميتوبرولول، دلوقتي بقى ابروفد اني ممكن استخدمه كبديل للبروبرانولول في علاج التريمورز. ممكن كمان استخدم الجابابنتين او البريميدون او التوبيراميد. طب بالنسبه للاكسسيف سالايفيشن او الدرولينج او اللي هو احنا بنقول عليها السيالوريه، لو كونترا انديكيتد ان انا ادي انتيكولينرجيك هعالجها ازاي؟ لوكالي، اما ان انا هدي احقن لوكال بوتيولينيوم توكسين. عارفين احنا البوتيولينيوم توكسين كان بيعمل انهيبيشن للاسيتايل كولين ريليز من الفيزيكلز، مش كده؟ فبيقل الاسيتايل كولين وبالتالي بيقل الايه؟ السليفري سكريشنز. كمان ممكن نستخدم السابلينجوال اتروبين، يبقى دولت البدائل للانتيكولينرجيك لو كانت كونترا انديكيتد وانا عاوز اعالج الدرولينج او السلايفيشن. Thank you.